للحديث مشاهدينا عن عزم ميليشيا الحشد إنشاء ميليشيا جديدة في شمال بغداد وعن هدف ذلك وتداعياته، معنا هاتفيا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. مرحبا بك أستاذ كامل. إذن يعني ميليشيات الحشد تعتزم، حياكم الله، ميليشيات الحشد الآن تعتزم إنشاء ميليشيا جديدة في شمال بغداد، ألا يخالف ذلك وعود السوداني وتعهداته بتحجيم نفوذ الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة؟ يعني هذه الوعود ليس لها محل. يعني كنا نتذكر الحشد لما لم يكن له نفوذ، وأيام حيدر العبادي بداية تأسيسه كان هو اللي يوجه رئيس الوزراء، ونفس الشيء عادل عبد المهدي والكاظم ويفا. تخيل إذا كان رئيس الوزراء الحالي السوداني هو من نتاج الحشد. يعني كلنا نتذكر المعركة اللي انتصر بها الحشد في القبراء وبتعاون وتحريف من القضاء وعين رئيس الوزراء. أما هذه الاتفاقيات فهي كلها لحفظ ماء الوجه للقوى العراقية السنية والكردية، تقول فرضنا شروطنا واتفقنا على سحب القوات الغير المحلية خارج المدن سواء بالمناطق السنية أو الشيعية. كل هذا كلام. الحشد هو نافذة، والآن هو يملك كل مقدرات الدولة، وهو اللي يدير رأس الوزراء والقائد العام. والمفارقة بهذا الخبر أنه الحشد هو الذي يعلن تشكيل لواء جديد، ليس القائد العام القوات المسلحة ولا الحكومة ولا أي جهة رسمية دستورية أخرى. وهذا هو التحدي وهذا هو الاستهتار. طيب جغرافيا وحتى استراتيجيا ما أهمية هذه المنطقة حتى تصمم الميليشيات الموالية لإيران لنقل على السيطرة عليها؟ يعني أهميتها يعني مثل ما ذكرت في تقريركم أنه يعززون وجودهم لأغراض انتخابية. الأمر الآخر أنه يريدون ينافسون بها الحشود التابعة لسرايا السلام الصدرية ويضعفوها، وطبعا ياخذون حصتهم من ابتزاز واستغلال واذلال الناس في هذه المناطق اللي شفتم لها وتمديد نفوذهم. ثم انه الحشد بدا يزدهر، يعني الان عنده نفوذ عسكري وامني ومخابراتي واقتصادي، وحتى رئيس الوزراء في اول بيان له ذكر بانه الحشد دور مهم في إعادة البناء والتنمية. الآن هي دولة الحشود، يعني إلا اللهم موضوع العلم، ربما يغيرون العلم العراقي بعلم الحشد، هذا اللي منتظر. طيب هذه الميليشيا الجديدة التي تطلق على نفسها تسمية لواء شمالي بغداد، كما قلنا سيكون نطاق عملها في هذه المناطق الممتدة من الطارمية وحتى سامراء، يعني مناطق كثيرة ممتدة ضمن هذه الرقعة الجغرافية. لكن السؤال، لماذا قوات وزارة الداخلية مثلا لا تستطيع أن تقوم بمهمات هذه المنطقة لكي تنشأ هذه الميليشيا المخصصة للعمل في هذه المنطقة؟ الأمر واضح أنه القوات الرسمية الدستورية الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية الأخرى هي الآن بيد الحشد، هي اللي تسيرها وهي اللي تديرها وهي اللي توجهها، وهذه القوات تعمل بأمرة الحشد وبمباركة الحشد. أما أنه تتخيل أنه تتنافس مع الحشد فهذا غير ممكن. الآن الكل الآن يخضع للحشد، يعني حتى في المناطق الآن سواء سنية أو شيعية، الآن كل ما يتحدثون عن هذا مكان الحشد وهذه وحدات الحشد وهذا البزنس للحشد، فلم يعد للمؤسسات العسكرية والأمنية أي اهتمام بالموضوع الأمني. وأعتقد أنه الآن القوات العسكرية والأمنية وعناصرها وقياداتها وضباطها مشغولين
بمنافعهم الوظيفيه، وما يعنيهم موضوع الامن العراقي سواء المحلي او الاتحاد. ولكن ميليشيات الحشد معروف انها كانت تمارس اعمالا طائفيه في هذه المناطق، ما الذي يضمن عدم تكرار هذه الجرائم ضمن الاطار الطائفي في هذه المناطق كما حصل سابقا يعني؟ لا ضمان بانه تمارس الاعمال الطائفيه وتوسيع الحشد وضخ مجموعات من الحشد في مناطق سنيه، هو هذا يعني استهتار وحرب طائفيه علنيه. يعني المناطق اعتقد وخاصه المناطق اللي مذكوره بتقريركم هذه فيها حشود من العشائر، المناطق من الاحزاب عندها ايضا حشود، وتوسيع الحشد وامتداده في هذه المناطق هو التحدي الطائفي. يعني هذا اللي نتخيله من استمرار تمدد الحشد وتعزيز قدراته في المناطق السنيه. هناك من يخشى ايضا التوسع في ذلك وحدوث يعني عمليات ممنهجه للتغيير السكاني وما يسمى الديموغرافي في هذه المناطق، واستمرار هذا المخطط الذي قد اشبع في تلك المناطق ونفذ. هل ترى ان هناك من الكتل السياسيه مثلا او نواب هذه المناطق في مجلس النواب من يستطيع ايقاف هذا التغيير المنتظر لهذه المناطق؟ لا، مستحيل. الان كل من يتحدث عن الحشد حتى من القوى العراقيه الشيعيه يتهمون بالقاعدي والداعشي الى اخره. القوى الحشديه الان هي المسيطره والها اصبح نفوذ قوي في مجلس النواب والها وزراء في الحكومه، فتحديهم والاشاره لهم يعني تعتبر اصبحت من الخيال. اكثر من ذلك انه الان القضاء بيديهم يتحركون ويذهبون للمحكمة الاتحادية والمحكمة تصدر لهم ما يشاؤون من القرارات وآخرها. هذا اللي احنا سمعناه في موضوع كركوك، وحتى في موضوع العلاقات الدولية. يعني اليوم بالأخبار نسمع انه رئيس الوزراء والقائد العام هو شرطي مرور لزوار الحسين، والمجرم الخزعلي هو الذي يجيب على بيان وزارة الخارجية الأمريكية و توجه الحكومة التركية في موضوع كركوك. فهذا هو وضع الحشد ومجاميعه وفصائله سواء الإجرامية المنضبطة وغير المنضبطة الآن هي التي تملك القرار في العراق. إذن من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.